كاين واحد واحد العجوز تحب شيبها الرب العالمين، وين يجي خارج تقول له يا صيد يا الفارس يا اللي عطانا بك ربي يا اللي ما جابتش الحراير كيفك، وعاد يخرج حتى يعمل دور احد الجماعه يش يرجع للحوش باش يسمع تربيجه ويعاود يوحي. واحد النهار هو قاعد هكا جاه ولده وقال له بي، قال له نعم، قال له انا جبت لك باسبور باش تروح تحج بي، قال له انت جبت باسبور ولا اثنين؟ قال له يا بي جبت باسبور واحد، قال له روح بدلوا ولا بيعوا ولا مدوا ولا صدقوا، المهم انا وحدي راني ما نروحش ما نخليهاش وراي. ناضت في الجراس داز بخماس وجاب باسبور واحد اخر، السلام عليكم ابي ها وباسبوري انتو. قال له بارك الله فيك هذه دعوه الخير يا وليد. هز العزوز وراحوا للحج، من اللي حجوا جو ما زاد اسمع لا الصيد ولا الغزال ولا الفارس ولا القط ولا الفار ولا زاد اسمع الشيء. هيا الشايب هيا الشايب هيا الشايب هيا الشايب، صبر الشهر الاول الشهر الثاني الثالث وصل الشهر السادس، في الاخر قال الحاجة وين هاك الترفيش هاك الفارس وهاك الصيد وهاك وين راحت؟ قالت له الحق الحق راني من اللي حجيت يا علي يا ربي ما عدتش نكذب يا والله جرة يا والله معرفة شر يا والله ما عمرنا ما شفنا معك كلمة طيب ولا عمرنا ما شفنا. المهم واحد النهار دعت عليه قالت له إن شاء الله يطلع لك الدم تموت مات أداوه للجبانة من الغدوة الضحاة صبحت عند القبر تنوح ما كانت ساعة ساعة كي تدعي عليه يجلدها يعطيها بالعصا تروح تشكي به للطالب تروح تشكي به للقاضي والناس تصلح ما بيناتهم واحد الحيحية نايضة وهذا اللي كان. النهار ذاك كي مات عاد تمشي للجبانة تقعمز حذا القبر وتبدأ تنوح. الطالب يمشي ويجي النهار الأول الثاني النهار السابع مشالها قالها الحاجة قالها على من تكذبيتي ربي عارفك والعباد عارفينك وكنت تدعي عليه ونهار دعيتي عليه يموت مات على واش تنوحيتي؟ قالت له ربي ربي نعم سيدي مشيت اللي قلت لي رمي اللي يبكوا عليه اكثر يتعذب اكثر. معليش لا لا انا ما نوصلش الخامسه لا خطيه هذا ما يطلش الخامسه. أما العجوز الثالثة قاعدة في الدار وتنقرض على عيال ولدها ديري هذيك أعمي هذيك قلقتها عندكم كمين تاع الماء هذا؟ قالت لها الحاجة ها شوية الصرف نحطها فوق البيدون علاش يجو الذر يهزوه أمر قعسي للكم يرحم والديك كيف يجي عبي لبدين وخلصي. جاتها رقية خرجت قدام الدار تسقم في البدينات الكماين واحد جاي منه واحد جاي منه جاء واحد منهم يجري صرفك وعاد تتعيط هيولا يا ولادي راهو دقدقني ازربولا يا ولادي راهو جاي يجري كسر ازربولا. الشيفور مسكين خاف هبط يجري في جيبه 600 الف اللي يديرها في جيبه النهار هذاك جبدها قال الحاجه هاك لاباس وما صرا لك حتى شيء هاك يا 600 ودعين. قالت له ان شاء الله لا يجعلك في كل دوره تصرفقني يا ولدي. ها؟ لا لا ثلاثة كنا يز علاش نجيب الرابعة يقولون الخامسة ونحن مش مفتش عليها فكنا يا حمالتي نمشي لا لا ما عليش حتى هم ثلاثة أربع شيابونا. كاين واحد الشيباني خدم شوية في فرنسا ما طول شي واحد 40 سنة ولا هو وصل وعيطوا له البنك قالوا له روح نشوفوك اعطوه سره بالسيف مهز وقالوا له راه مازال الحاج الشهر الجاي راه يجيك ربيع. وتم بدل الدار وبدل الحوش وبدل الغابه وبدل الغوط وزوج الذراري المهم كلش دار طنوبيلات الذراري المهم والسره مازالت الله يبارك حاطه.
كمل كل شيء ما بقى حد شيء بقتلع زي زعد يشوفها. وعد ذر كبار مع وعد اسكت. واحد النهار هم ساكنين الفوق الدار جديدة وكذا ساكنين الفوق يسمعوا في غلغلة مع العشرة تاع الليل في زقاق وكذا الشباب وواحد قالت له حاج عمار اهبط اهبط قالت له شوف واش كاين. هبط الحاج عمار لقى الاولاد من المومين وشبيبة وعيطات وكذا من قال لهم واش كاين يا شباب. قالوا له يا حاج عمار راهو الماء شروب وتخلط مع الصرف الصحي وراهي عائلة فلان ماتت وعائلة فلان ماتت وعائلة فلان في الكما وعائلة فلان في الكما. قال جيتنا ما كان حد شيء. قالوا له ما كان حد شيء. قال لهم هيا السلام عليك. وجا طالع للدار يلقاها تستنى فيه في الخد تاع الباب. قالت له واش كاين يا حاج عمار. قال لما كان حد شيء يشرب ماء ورقتي. قال من عادتنا في الصحراء وعادة بلاك العرب كل لكن عادة اللي عندنا احنا في الصحراء لهنايا كي تتوفى العزوز بعد 40 يوم شهرين الاولاد يخموا خاصة ان لو كان الاولاد كانوا كبار وكذا ومن منا يخموا في بيهم ما يخلوش. وهذه عادة عندنا معروفة الناس كل الشايب هذا توفت العزوز وقعدت الشهر الاول يعب ولداته جايين من العشاء السلام عليكم. السلام لاباس ابايا. لاباس الحمد لله. ما يخصك حد شيء ابايا. ولله الحمد منك والفضل يا ربي ولك الحمد ما يخصني حد شيء. يروح الشهر الاول الثاني الثالث قال لك اليوم ولدي كبير لازم نشوف كيفاش نشرق. جاي ولده من الجامع السلام عليكم بايا لاباس. لاباس ما يخصك حد شيء بايا. ما يخصني حد شيء خاطي في الليل نبرد شوية ولدي. كريم روح للصلاة تاعنا عندنا زور جدد جيب لنا زوز زور. راح جابوا زوز زور حطوهم محلاه. سمعت بنته متزوجة قريبة حذاه هنا جابت له زوز زور. اسمع ولده الاخر جاب له زور عادوا خمسة ولا ستة زور عنده ما عاد ما عاد خلاص. زاد طول شوي وقال لك اليوم نعاود الحدثة. أبي لباس لباس وليد ما يخصك حد شيء. أبي ما يخصني حد شيء راني في الليل عدت نخاف شوي. كريم جيب المطرح تاعك والطابلة وعود راجع عم أبي ورقد معاه. ثلاث أيام دخل للدار تاعو يلقى ولاده ملمومين وكل حاجة شموع يراو فيه الخير. لباس راهو يمدوا عنده اكتبوه. فلان اعطانا 4 ملايين كتبوه. فلان اعطانا 6 ملايين كتبوه. مولا المزرعة الفلانية هذاك اللي اعطانا البطاطا هاك المرة ثانية حتى ما تنسوهش باش شو له. قال لهم وليداتي وش بكم وش بكم لاباس. قالوا له راهو امام تاع كيما غمرة كيما قرية غمرة. قال لهم راهو الامام تاع القرية الفلانية توفت عزوزو قلنا نلمو له نديرو له ملمة باش نستبيتوه ما نخلوهش. وهو ندات هو إياه الإمام هذاك. قال لهم والله حتى الإمام هذا لا ثايرة فيه دعوة شر. بالتالي كان يبرد الزور كاينين وكان يخاف كريم كاين.